كابتن، في عام 2009 رئيس نادي بايرن ميونخ رومينيجي على ما أذكر في تصريح لدبي الرياضية قال أنه بايرن لن يسمح بصعود النجوم في الدوري الألماني. هي أسلوب بايرن، هي سياسي متناقضة كابتن. البعض يقول أنه بايرن يعمل على إضعاف الدوري، والبعض يقول أنه بايرن حقه يعني معه زيرو ديون منطقيا. إذا لم يشتري بايرن رويس، إذا لم يشتري جودزي، كانوا سيلعبوا أمامه مع ريال مدريد وبرشلونة. هو يحمي نفسه بأوروبا أكثر ما يحمي نفسه محليا. إضافة لتاريخ دورت، لم يكن المسألة مع دورتموند، كانت مع ليفركوزن عندما حصل على بالك وزير روبرتو. صحيح. كانت مع شتوتغارت مع ماريو جوميز، دائما هذه السياسة موجودة ببايرن ميونخ. صحيح. لأن الفكرة ببايرن ليست مسألة إضعاف الخصوم، بل عدم ضمان أن المنافسين الأوروبيين لا يحصلوا على أسلحة ضده من بلده. صحيح، بس هذا ما بينعكس سلبا على الدوري كابتن. في النهاية رويس سيخرج سواء إلى بايرن ميونخ أو ريال مدريد، سواء ليفاندوفسكي كان سيخرج إلى تشيلسي، إلى بايرن ميونخ أو ريال مدريد. إذا النادي كان سيضعف ليس فقط لصالح ميونخ، كان سيضعف لصالح فريق آخر.